في الوقت ده احنا كنا شغالين بالسيستم كويس جدا، شغالين بالنظام. هنستأذنك معلش يا كابتن محمد، انت على طول يا كابتن وانا لا لا هرجع لك والله مره ثانيه. ولكن عايزين نوه برضو ان وزير الشباب والرياضه اشرف صبحي ارسل برقيه تهنئه للنادي الاهلي على الفوز الكبير اللي حققه النهارده، وكذلك الاستاذ عمرو الجنايني رئيس اللجنه الخماسيه المكلفه باداره شؤون اتحاد كره القدم المصري. هنروح لزميلنا كريم احمد من المغرب ومعاه الكابتن